أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا نموذج مستوى الثاني ابتدائي مادة النشاط العلمي لفروض المرحلة الثالثة. إذا نبدأ على بركة الله. أربط كل صورة بنوع القوة المناسبة لها. إذا لاحظوا معي هنا طفل يلعب بكرة التنس، يعني المضرب وكرة التنس. إذا هذه قوة، هل هي كهربائية أم عضلية أم مغناطيسية؟ إذا هذه الحركة أو هذه القوة التي يسلطها الطفل على هذا المضرب والكرة هي عضلية. نعم، لاحظوا هذا الرجل الذي يجذب المغناطيس، يجذب المفتاح بالمغناطيس. إذا هذه هي قوة مغناطيسية، وهذا الخلاط الكهربائي لعمل العصير هو قوة كهربائية، يتحرك بقوة كهربائية. نمشي للسؤال رقم 2. اذا عندنا هنا نبتة، اذا غادي نحدو اسم كل مكون من مكوناتها. اذا هذا يرمز الى الاوراق، السهم يرمز الى الاوراق، وهنا هذا الذي نسميه الساق، وهذا اللي يكون تحت التربة يسمى الجذر. اوكي، نمشي للسؤال الموالي. ألونوا النوع المناسب لكل صورة. إذا هنا عندنا تفاح والنبات، هل هو نبات تلقائي أم نبات مزروع؟ إذا ماذا نعني بنبات تلقائي؟ نبات تلقائي هو الذي ينبت في الأرض دون تدخل الإنسان، يعني تلقائيا وحده كينبت. أما النبات المزروع هو الذي يزرعه الإنسان. إذا هنا التفاح لا ينبت تلقائيا وإنما يزرعه الفلاح، فإذا هو نبات مزروع. نمشي للنبتة الموالية، هي كأنها لفت، داك اللفت المحفور يعني الفجل. هل هو جذر حزمي أم جذر وتدي؟ إذا هنا لاحظوا معي هذا الجذر اللي كاين هنا هو جذر وتدي. وهنا عندنا هذه الشجرة، فهي هل هي عندها جذر أم عندها ساق درناتي؟ عندها جذر. هذه الورقة، هي الورقة بسيطة أم ورقة مركبة؟ إذا لاحظوا أنها ورقة مركبة من عدة أوراق، فهي ورقة مركبة. نمشي للسؤال رقم 4. إذا أضع علامة في الخانة التي يؤكل فيها، الذي يؤكل فيها. إذا لاحظوا عندنا هذا النبات الفجل، هل هو نأكل الأوراق أم نأكل، هل نأكل الأوراق أم نأكل الجذر؟ إذا هنا كنأكل الجذر، يعني نقول كنأكله في الطبخ. لاحظوا هنا الجزر، هل نأكل الأوراق أم نأكل الجذر؟ إذا نأكل الجذر. هنا أوراق الخس، إذا نأكل الخس أم الجذر؟ نأكل بطبيعة الحال الأوراق. وهنا اللفت، هل نأكل الأوراق أم نأكل الجذر؟ نأكل الجذر. نمشي للسؤال الموالي. الجزء الذي يؤكل، هل الغشاء أم البذرة؟ إذا لاحظوا هنا الفلفلة، كنأكل الغشاء أم البذرة الداخلية؟ إذا نأكل، إذا هنا نأكل الغشاء. لاحظوا هنا هذا حبات الزيتون، وهذه أوراق، وهذا الساق. إذا هل ماذا نأكل، الغشاء أم البذرة؟ إذا لا، جينا نأخذ الزيتون، قطفنا الزيتون، ماذا سنأكل في الزيتون؟ هل سوف نأكل البذرة؟ إذا العظم اللي كيكون داخل، أم سوف نأكل الغشاء؟ إذا سوف نأكل الغشاء. بالنسبة لهذا اللي يعني يكون فيه داخله اللوز، هل نأكل هذا الغشاء أم نأكل اللوز؟ نأكل البذرة. إذا البذرة، اللوز هنا عبارة عن بذرة داخل هذا الغشاء. هنا
بالنسبة لخضر الجلبان، هل نأكل الغشاء أم نأكل البذرة؟ إذا هذا البذرة، إذا نأكل البذرة. نمشي السؤال الأخير، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة، كسرها السقي المشي وحافظ على نباتات الحديقة ب، هل كسرها السقي المشي؟ إذا بالسقي، وأتجنب واقتلاعها وفوقها. إذا وتجنب ماذا؟ كسرها والمشي فوقها. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا حصة اليوم، إلى حصة مقبلة بحول الله. شكرا على المشاهدة، وبالتوفيق والنجاح للجميع. إذا عندي نجاح والتوفيق للجميع.